من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: مرسي يعود إلى سجن العرب، وأنصاره يفجرون غضبهم على الإعلام. عاشوراء تعيد الأمن الذاتي مؤقتاً وتدابير استثنائية للجيش والقوى الأمنية. إن شاء الله بإذن الله مننزل، شو بدهم يعملوا يعملوا. صقر يبحث عن عيد والجبل المحاصر ينتفض استنكاراً. حننزل لعندهم مسلمين باللحم، شو بدهم؟ ياخذوا اللحم ياخذوا. كاري يصوب على حزب الله. ناقشنا أهمية الدعم الهام للأطراف المعتدلة التي تعمل على تشكيل حكومة دون وجود أي تهديد وتخويف من حزب الله. والفيصل: خلافنا تكتيكي. بتنا نقف أمام أزمات جسيمة لم تعد تقبل أنصار الحلول. تقارب برتقالي أزرق. نحن جاهزين لحتى نناقش. هناك انفتاح على الجميع، سيكون في لقاء مع القوات اللبنانية، مع حزب الكتائب. وفي النشرة 14 بالأحمر و8 بالأصفر. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. ثورتان تحاكمان رئيسين، محمد مرسي مبارك مخلوع ومعزول تحت سقف قضائي واحد. وإذا كان مبارك قد أمضى محاكماته صامتا على الهواء ممددا على فراش بنظارات عازلة لشمس الإخوان، فإن مرسي وصل صاخبا في جلسة حجب عنها النقل المباشر، معلنا أنه رئيس مصر الشرعي مطالبا بمحاكمة الذين استولوا على السلطة. صخب الجلسة كان في الشارع، حيث حاول الإخوان الحشد للاعتراض على نزع الشرعية، لكن التجمعات لا تنقذ رئيسا ورفعت الجلسة. نقل مرسي إلى سجن العرب في الإسكندرية، واستقر العرب في سجونهم المفتوحة على نوافذ أمريكية، وعبرها دخل وزير خارجية أمريكا جون كيري اليوم ليعيد نسج العلاقات بالسعودية ويشهد على سحب الملف من الأيادي الأمنية غير الأمينة إلى الأيادي السياسية في المملكة. غلة الزيارة حطت على طاولة المؤتمر الصحفي المشترك لجون كيري وسعود الفيصل الذي أرسى ثوابت وصدر أوامر، وبلغة أمريكية سعودية مشتركة صدر ما يشبه ورقة الجلب وسوق الائتلاف السوري إلى جنيف 2، ما يعني أن أحمد الجربة سوف يضطر إلى نسيان تصريحاته أمس وبدء صفحة جديدة يلتزم فيها رغبات سعود الفيصل المستجدة. وباللغة نفسها لكن حيال لبنان، فإن كيري وبموافقة الفيصل دعا إلى منع حزب الله من تحديد مستقبل لبنان. هذه الدعوة لن ترقص لها قوى 14 من آذار فرحا، لأنها تستهدفها وترمي الكرة في ملعبها، وترجمتها الحرفية من اللغة الأمريكية السعودية إلى اللبنانية تقول: ادخلوا في السلطة واشتركوا، ولا تدعوا حزب الله يقرر وحده مستقبل لبنان. أما الترجمة العملية لهذه الدعوة فيتولاها ترجمان محلف قادر على ضبط عقارب الساعة الحكومية، وهو النائب وليد جملاط الذي ينتصف الميزان. لكن جملاط لم يصل إلى مرحلة الخرف والهبل السياسي كما قال ليرسل رسالة إلى الرئيس بشار الأسد عبر الأمير طلال أرسلان، نافيا بذلك معلومات راجت اليوم ووضحتها أرسلان نفسه. ومن الخرف إلى القراءة في الحرف، فكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رئيس جمهورية بالتوافق أخرج كلا من العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع من الحلبة الرئاسية، وذلك على زمن تقدمت فيه مساعي التواصل بين التيار الوطني الحر والمستقبل، ليصبح التياران في مزج اللون السياسي يوم الخميس المقبل تحت سقف البرلمان.
إذن جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأربعة عشر آخرين من الإخوان المسلمين في قضية التحريض على قتل متظاهرين في الاتحادية أرجئت إلى 8 كانون. وقد أعيد مرسي إلى سجن العرب في الإسكندرية، فيما توزعت القيادات الأخرى بين سجني وادي النطرون والعقرب اللذين يعدان من أكثر السجون حراسة أمنية. يوم في تاريخ مصر، محاكمة المعزول محمد مرسي أول رئيس بعد ثورة يناير في نفس المكان الذي كان يحاكم فيه المخلوع حسني مبارك أطاحت به ثورة يناير، وينزل مرسي في نفس مهبط الطائرات الذي سبقه إليه مبارك، بل ويدخل إلى نفس القاعة ونفس القفص، إلا أن مبارك كان مسلما للأمور على عكس مرسي الذي جلس خلف القفص يصرخ بأن ما حدث انقلاب وخيانة. جلسة اليوم هي جلسة إجرائية لم يجب فيها أي من المتهمين السبع الحاضرين بنعم على القاضي رئيس جنايات القاهرة أحمد صبري يوسف عندما ذكر أسماءهم ليسجل الحضور، بل أبدى كل منهم رأيه في جملة أو جملتين، بينما أخذ القيادي الإخواني محمد البلتاجي يصرخ بأن لديه أسباب مقنعة لبطلان هذه المحاكمة في الوقت الذي غاب عن المحاكمة 8 من القيادات الإخوانية المتورطة في هذه القضية. ايه تهمته؟ في سنة هو عاد حكمها، كانوا فين الجنرالات بتوع الجيش في 30 أيام عهد مبارك؟ أبرز الحضور الرئيس المعزول الذي ارتدى بدلة سوداء حيث كان في مكان مجهول محجوز ولم يكن في أي من السجون، لذلك لم يكن لزاما عليه ارتداء البدلة البيضاء الخاصة بالسجن. هذا هو تفسير الأمن لدخول مرسي بالبدلة. أما التفسير الأقرب فهو رفض مرسي ارتداء بدلة السجن كرفضه عزله من منصبه ومحاكمته. كان سبب نقل المحاكمة إلى مكان أكاديمية الشرطة بعد أن كان في معهد أمناء الشرطة هو اكتشاف 3 منصات للصواريخ في محيط طرة بالقرب من المكان الأول للمحاكمة، الأمر الذي أدى إلى نقل المحاكمة إلى مكان أكثر تأميناً من المكان الذي أعلن عنه، رغم أن الداخلية قامت بصرف أكثر من 15 مليون جنيه لصنع قفص وأبواب وكاميرات لاستقبال مرسي وجماعته، إلا أن كل هذا ذهب أدراج الرياح ونقلت المحاكمة بترتيب من القدر إلى نفس مكان محاكمة مبارك. يصل عدد أوراق القضية حتى الآن إلى 7000 ورقة قابلة للزيادة. أما مناصرو مرسي فتظاهروا في عدة أماكن في العاصمة، أولها أمام مكان المحاكمة، واشتبكوا مع الصحفيين واعتدوا عليهم بالضرب والسب، بل وكسروا عددا من الكاميرات الخاصة بعدة قنوات بما فيها طاقم الجديد، حيث قوبلنا بالسباب ومنعنا من تصوير خاتمة التقرير بينهم لمجرد أني وقفت مع الأمن أطلب منهم حمايتنا لنستطيع التصوير في ظروف لا يعرف المتظاهرون فيها حقا للصحافة أو الحرية. تأجيل المحاكمة لجلسة 8 يناير بناء على طلب محامي الدفاع الذين أرادوا كل الوقت حتى يتسنى لهم اللقاء بالمتهمين. أما أجواء المحاكمة في الخارج يبدو بأنها ستزداد سخونة مع مضي الوقت. منى عشماوي، الجديد من أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة. وتزامنا لانعقاد المحاكمة، سلسلة تظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تخللتها اعتداءات على مواطنين وإعلاميين. ترافقت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وسلسلة تظاهرات في عدد من المناطق المصرية، ولم يسلم المواطنون ولا الإعلاميون من الاعتداءات التي تخللت هذه التظاهرات، فأقدم أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين على صفع سيدة مسنة كانت ترفع صورة لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي. واعتدى عدد من أنصار مرسي على سيارات البث المباشر،
وعمد بعض أنصار مرسي إلى توبيخ رجل مقطوع اليدين كان يطالب بإعدام مرسي. إعدام مرسي لأنه جاسوس، جاسوس مع أمريكا وإسرائيل. وفي منطقة المعادي واجه الأهالي تظاهرة لأنصار مرسي على طريقتهم، فرفعوا حذاء في وجه المتظاهرين، وكان العشرات من المواطنين المطالبين بإعدام الرئيس المعزول قد تجمعوا أمام مقر أكاديمية الشرطة ورفعوا صورا للفريق السيسي وأخرى لشهداء الاتحادية والعلم المصري وأحرقوا أعلام الإخوان المسلمين وشعاراتهم. وزير الخارجية الأمريكي يدعو من الرياض إلى منع حزب الله من تحديد معالم المستقبل في لبنان، ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يطالب إيران بإثبات حسن نياتها تجاه جيرانها. في إطار جولته الإقليمية التي تستمر 11 يوما، انتقل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من القاهرة إلى الرياض، حيث التقى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وبحث معه في الأوضاع العامة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية والملف النووي الإيراني. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع النظير الأمريكي، رأى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العنف في سوريا، مؤكدا أن واشنطن والرياض ماضيتان في العمل لحل قضايا المنطقة بعيدا عن العاطفة، مشيرا إلى أن السعودية تدرك أهمية المفاوضات في حل الأزمات، لكن في الوقت ذاته تدرك أن المفاوضات لا يمكن أن تسير إلى ما لا نهاية. وأشاد كيري بدور السعودية كأكبر لاعب في أمن الشرق الأوسط وبقدرتها على التأثير في عدد من القضايا التي تعني البلدين. وبالنسبة إلى إيران، أعلن الطرفان أن الجميع يريد أن تبقى المنطقة خالية من السلاح النووي، كما كان لهما موقف من الوضع في لبنان وحزب الله. نرى بأن المفاوضات لا ينبغي أن تسير إلى ما لا نهاية، خصوصا وأننا بتنا نقف أمام أزمات جسيمة لم تعد تقبل أن صرف الحلول بقدر حاجتها الماسة إلى تدخل حاسم يضع حدا للمآسي الإنسانية التي أفرزتها هذه الأزمات. إيران في اختبار حسن النوايا لها، وربما أهم خطوة يمكن تأخذها في إثبات حسن النوايا هو أن تخرج من سوريا وتخرج حليفتها اللبنانية حزب الله. يجب أن لا يسمح لحزب الله بتحديد معالم المستقبل في لبنان، ويجب دعم الجهات المعتدلة التي تعمل على تأليف حكومة من دون وجود أي تهديد أو تخويف من حزب الله. إن أمريكا تثمن قيادة السعودية في دعم المعارضة السورية وتحالف المعارضة والتزامها القوي بحل سياسي للأزمة، ونكرر أن هناك حل واحد للأزمة السورية وهو حل على أساس التفاوض، ولن تنتهي هذه الأزمة من خلال حل عسكري، لذا من الضروري عقد جنيف 2. وأمام موظفي السفارة الأمريكية بالرياض، وصف كيري السعودية بالحليف المهم للولايات المتحدة، لا سيما وأن زيارته للمملكة ترمي لتهدئة التوترات في العلاقات بسبب السياسة الأمريكية تجاه إيران وسوريا والقضية الفلسطينية. إجراءات أمنية مشددة في المناطق اللبنانية التي تحيي مراسم عاشوراء، فهل يدفع القلق الأمني رواد المجالس إلى مقاطعتها أم تزداد المجالس حضورا؟ في الأول من محرم يتمنى الحريصون على الأمن الذاتي في مناطق لبنانية عدة أن يكون فعلا كل يوم عاشوراء لضمان وجودهم بكثافة على الأرض ولضبط أي اعتداء مفترض بوسائلهم الحازمة. لبيك يا حسين هو الشعار الأبرز الذي يصاحب عاشوراء على مر الأعوام، غير أن أحداث سوريا فرضت ترديد شعار لبيك يا زينب انسجاما مع حماية مقامها في دمشق. ولما حملت الضاحية وزر هذا النداء ودفعت ثمنه دما، فإنها اليوم تزدان به ويعتلي طرقاتها وشرفات منازلها. المساجد التي تقام بها مجالس التعزية عند الساعة 7 تبدأ الإجراءات الأمنية في محيطها من الساعة 5:30 حتى انقضاء المجلس، كمسجد القائم والسيدة زينب وغيرهما من مساجد الضاحية. أما بالنسبة إلى مجمع سيد الشهداء في رويس، فيبدو المشهد وكأن أمن الضاحية اجتمع كله لضمان أمنه، وعليه اتخذت اللجنة المنظمة لمجالس عاشوراء إجراءات حازمة تقضي بإغلاق منافذ عدة في صفير أمام السيارات من 6 مساء حتى 11 مساء. وبالتالي فإن من يسكن في هذه المنطقة سيعاني يوميا للوصول إلى منزله، أمر يتقبله معظم سكان المنطقة. والله هلأ أنا عم نسمع شيء إنه بخوف،
انه بدها تفوت مره مزنره وتفوت بين النسوان وخليها على الله. خايفانه انت من هالشيء؟ خايفانين لكن النسوان حتنزلي على المجالس؟ هلا بننزل ان شاء الله باذن الله بننزل، شو بدهم يعملوا يعملوا، دخيلوا الحسين، هو الحسين معنا. نحن دائما ندعنا لبيك يا حسين شو ما صار، قد ما يهددوا قد ما يعملوا. انا بتمنى انه يتسكر بيتي بكرامه الامام الحسين واحياء مجالس، يعني انا اذا تسكر بيتي كرمال الناس تجي تاجر وتشارك بمجالس عزاء الامام الحسين ان بيكون هذا شرف لإلي. مدينة النبطية التي عاشت العام الفائت في العاشر من محرم توترا بعد القبض على خلية سورية تعد لتفجيرات بدأت عامها الهجري على نحو طبيعي، لكن القوى الأمنية والجيش تمركزوا في مناطق حساسة ووضعوا حواجز تفتيش، في حين عملت اللجان الأهلية والشرطة البلدية في المدينة وقرب مناطق التجمعات العاشورائية. وككل عام بدأت التدريبات لتمثيلية مصرع الحسين التي تقام في الملعب البلدي. فأمضي وما بالموت عار على الفتى. وإلى بعلبك مشهد السواد واحد والإجراءات الأمنية نفسها، فالتهديد لا يميز منطقة من الأخرى. إحنا البلدية عم بتقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمراجع الأمنية بالمدينة ببعض الإجراءات على الأرض نظراً لحسية الموقف الأمني. من بعض الإجراءات اللي عم نقوم فيها هي وضع بلوكيت بطون حماية على المواقع اللي بدها يصير فيها المجالس العاشورائية. موضوع الإجراءات الأمنية هذا بخص الأجهزة الأمنية، القوى الأمنية، الدرك، الجيش، بالإضافة إلى اللجان المنظمة من حزب الله، بس المسؤولية الأساسية هي عاتق الدولة مش عاتق حزب الله. حزب الله مساعد أو مكمل لهذه الإجراءات. عشرة أيام ستعيشها هذه المناطق بحذر، لربما هو حذر علني تفرضه التجمعات اليومية، لكن هذا لا يعني أن التهديد اليومي في الآونة الأخيرة تقل درجته عما هو في عاشوراء. فمن يريد الفتنة ومن يهوى الإرهاب يركز على اللحظة المناسبة والمكان المناسب ليجد لنفسه ثغرة ولو صغيرة ليطلق صاعق الإجرام. أجواء الليلة الأولى من مراسم إحياء عاشوراء في الضاحية الجنوبية مباشرة مع الزميلة نوال بري. نوال أهلا بك، دعيني أنطلق من النقطة الأهم التي ذكرناها قبل قليل، أي قبل متابعة التقرير، هل دفع القلق الأمني المواطنين أو رواد المجالس يعني إلى مقاطعتها أم العكس هو الصحيح؟ تفضلي. يعني داليا، بالفعل الصورة لربما هنا في الضاحية الجنوبية وعند محيط مجمع سيد الشهداء كفيلة بالإجابة عن سؤالك. يعني بالفعل الطرقات لم تهدأ منذ حوالي الساعة، نحن هنا داليا الطرقات لم تهدأ إن كان من سيارات أو إن كان من المارة الذين يأتون من جميع المداخل للوصول إلى مجمع سيد الشهداء للمشاركة في إحياء الليلة الأولى من عاشوراء. طبعا داليا كما كنا قد ذكرنا في التقرير، يعني الإجراءات الأمنية المتخذة صارمة جدا، جميع المداخل هنا عند المجمع من جميع الشوارع إن كان من أوتوستراد سيد هادي أو إن كان من بير العبد، منطقة بير العبد القديمة، قطعت كاملة أمام السيارات لحين أو لغاية الساعة 11 ليلا. فقط السيارات التي لديها بطاقات مرور يمكنها المرور، أما السكان فيمكنهم ركن سياراتهم في الخارج في انتظار انتهاء التدابير الأمنية. الأهالي داليا يعني كما كنا أيضا قد ذكرنا في التقرير أكدوا لنا حتى الآن أنهم يعني لا يهابون أي من هذه التهديدات وأنهم مصرون على النزول إلى المجالس، وهم طبعا يعني ممتنون لهذه الإجراءات الأمنية التي هي سوف تكون طبعا حريصة على أمنهم قبل كل شيء. إذن يعني طبعا داليا نحن نأمل أن تمضي هذه الأيام العشرة بخير وأن تكون هذه الإجراءات الأمنية بالفعل حازمة وصارمة لمنع يعني أي لا سمح الله أي عمل إرهابي كان في الضاحية. نعم. داليا مندوبتنا إلى الضاحية الجنوبية زميلة نوال بري، شكرا جزيلا لك. جبل محسن وباب التبين توحدهما المعاناة الاقتصادية والإهمال، وأهالي الجبل يصرخون كيف يحاصر اللبناني أخاه اللبناني والدولة تتفرج. تحقيق للزميلة رشا الكرم. لا هو هدوء ما قبل العاصفة العسكرية بين جبل محسن والمحاور الأخرى، ولا نحن في قلب العاصفة العسكرية، ولكننا شهود على أثار حصار اقتصادي ومعيشي مفروض على هؤلاء اللبنانيين الذين تتأثر حياتهم دراماتيكيا بسبب خطر التنقل بعد سلسلة من التصرفات آخرها الهجوم على حافلة العمال العشرات. ففي جبل محسن كما في التبانة والمحاور الأخرى الحال
الاقتصادية مزرية جدا، لكن مفاصل الحياة الأساسية في الجبل تتفكك بسبب هذا الحصار المفروض عليه. المحطة ما في بنزين، بدنا نتأكد في بنزين بلبنان ولا ما في بنزين، ولا هيدي المنطقة هيدي ليش عددتها شو صفر؟ ما في بنزين، مشان يصدوا العالم انه ما في بنزين لهيك طفينا خزان تحت الأرض. فاضي إذا بنشوفه؟ لك بتشوفي ناس ما بتشوفي؟ خلينا نشوفه. هالشغلة جيبوا لهون، جيبوا السيخ، ضرب السيخ هذا ما بينسحب منه، يكون فيه 1000 لتر منشان المصافة ما تاخد وسخ. هيدي ما فيه، هذا ما فيه 300 لتر. شو 300 لتر؟ هيك العيار قدامك، ما عندنا 300 لتر. 300 لتر ما وقفت على البنزين كمان، في شغلات كتير منها بتفوت على المنطقة. أي شركات، شركات البيبسي، الشركات تبعون الخبز، كله مانعينه. طب ليه؟ شو عم بيصير؟ كروتين فاضية بالمحل الخضراء. لا بدي اشوف انا بس شو ناقص عندكم، في نواقص في اساسا كل شيء ناقص. ليه؟ لا لانه ما فينا نروح محل، ما فينا نطلع محل، ما فيك نزلي محل، مين ما نزل بيضربوه، مين ما طلع بيضربوه. طب شو ناقصكم؟ فيك تفاجين شوي؟ اي نوع بدك اياه. خضرة كل شيء كل شيء. في شركات ما عم تجي بقى لهون؟ اكيد. مثل اي شركه بدك اياها؟ نحن الاسره بنركب، بدنا نروح نجيب مثلا كل شيء نحن بنجيبه. ما عادوا يجوا؟ لا. شفتك عم تضحك. لانه شو شيء بضحك؟ شو ما في لا هيك دوله عندك ولا شيء، تعليم ما فينا عمرو نتعلم، شو بدك هسه؟ هلا بمدينه صناعيه المفروض هون يكون في عجقه شغل وناس عم تشتغل، من ميكانيكيه، من حداده، من تبعون الالمنيو، هاي المحلات قدامك. طب كيف محصرين يعني؟ الحصار انه في ناس ما بتقدر تجيب قطع، يعني هون مثلا ميكانيكي بده ينزل يجيب قطع من البلد، ما نقدر يجيب قطع من البلد، شو بيعمل؟ بيتعطل. شو هون مثلا عنده دهان، هذا تبع الموتورات، ليكوا صورة قهوة تبع الموتورات، وضعنا محصورين ما عم نشتغل. شو يعني؟ ليه عم تشتغل؟ يعني أنا مثلا إذا أنا هلا بدي أروح أجيب حديد من برا، مين الطريق بيعمل لي إياه؟ حننزل لعندهم مسالمين باللحم. شو بدهم؟ ياخذوا اللحم ياخذوا. اذا الحياه ميت وانت طيب لا موت وانت ميت. هيدي هي عمي، ما تاخذيني عم عيط لانه هذا اللي بقلبي عم يطلع. لقمه العيش لا تفرق بين علوي وسني ولا بين مسيحي وشيعي، ففي الجبل وحده وطنيه في معاناه الحصار. انه ما تاخذي بهالكلمه، انه انا من المني وسني وعايشه هون، انه محاصره مثلي مثلهم، انه هذا الموضوع كثير بيقهرني، انه ليه بيكفي بقى دم. الاولاد عم تبعتيهم على المدارس؟ لا هلا لا ما في مد. من بعد العيد. قد ايه صار لك مش نازل على الشغل؟ الي من هلا تقريبا من قبل العيد شي 3 4 ايام ما نزلت على البلد، وعندي شغل بالبلد بس ما لي قلب انزل على البلد انا. طب كيف عم تقدر تامن المعيشه الاكل وكل شيء؟ يعني الموجودين نحن معنا يوم شوي صرفنا فيهم وبعدين وخلصوا، كيف بدك تتصرف؟ ما عاد معنا. حصار قطاع غزة شرف وعزة لأهل القطاع كما يقول أبناء الجبل، لأنه حصار فرضه العدو الإسرائيلي. أما أن يحاصر اللبناني لبنانيا والدولة غير قادرة على فرض هيبتها فلهو شرف ولهو عزة، بل ظلم وتجنن. هكذا يصرخ أبناء الجبل. رشا الكرم، قناة الجديد. أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بلاغ بحث وتحر بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد. المسؤول السياسي في الحزب رفعت عيد رأى أن الاستنابة القضائية التي صدرت اليوم بحق علي عيد ترمي لصب الزيت على النار. وبعيد شيوع الخبر، تجمع عدد من شبان جبل محسن وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة استنكارا لمذكرة البحث والتحري. بعد التقدم الاشتراكي، التيار الوطني الحر يستعد للقاء تيار المستقبل ومحاورته، ولكن كل من منطلق ثوابته وقناعاته السياسية. فإلى أين سيؤدي هذا الحوار؟ تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. لأنه ما من تحالفات ثابتة وما من خصام دائم في السياسة، وعلى قاعدة حليفنا هو كل من يعاوننا على بناء الدولة
وهو الشعار الذي أطلقه الجنرال عون من دير مار يوحنا القلعة الشهر الفائت، سيبصر النور لقاء هو الأول من نوعه بين الوطني الحر والمستقبل منذ أذار عام 2010، من شأنه أن يكسر الجمود والقطيعة السياسية السائدة ولو شكلياً، علماً أن قنوات الاتصال لم تنقطع بين التيارين المتخاصمين سياسياً منذ الحديث عن الانتخابات والتمديد لمجلس النواب والتعيينات. نحن بالنسبة لنا في ثابت أساسي يحكم كل سياستنا منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه لحديت اليوم وسيستمر، هو الإبقاء على التواصل مع القوى السياسية اللبنانية الأخرى حتى تلك اللي مختلفين نحن معها. فيما خص نهار الخميس القادم هو يعني بناء على طلب من التيار العوني تحديدا من عبر الأستاذ إبراهيم كرعان تم الاتصال بكتلة المستقبل وطلبوا لقاء. نحن جاهزين لحتى نناقش بهذه بكل هذه الأمور أو أي موضوع أو أي موضوع ممكن أن يطرح، طالما كما قلت لك مرتكز إلى الدولة ومرجعية الدولة والدستور، وإعلان بعبدة بالنسبة لنا أمر أساسي كمان يجب الارتكاز إليه. مؤخرا بالخلوة اللي عقدها التيار في دير القلعة اتخذ قرار بفصل العمل التشريعي النيابي عن السياسي، بمعنى أنه ممكن يكون خلاف سياسي بس هذا الخلاف لا يمنع أن نتفق على أمور تانية، يعني سلم الأولويات الوطني الكبير ومواضيع لها علاقة بالتشريع اليومي اللي من مصلحة الناس أنه يعني تقر في المجلس النيابي. موضوع مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، يعني كيف ستتعاطون مع يعني هذه الأمور الخلافية؟ إذا كان في هذا الأمر التيار العوني هو مصر على تبني موقف حزب الله في القتال مع سوريا، فسيبقى الأمر خلافي بيننا وبينه، كله يعني خاضع للنقاش وخاضع لي إذا بدك يعني كل واحد تبيان كيف يدعم فكرته وكيف يدعم القرار اللي هو أخده، بغض النظر عن اللي تفضلت فيه يعني مشاركة حزب الله. الخميس المقبل سيجمع البرلمان تحت قبته النواب إبراهيم كنعان وألاعون وسيمو أبي رمية وزياد أسود عن التيار البرتقالي، فيما يبقي التيار الأزرق أسماء نوابه المشاركين طي الكتمان إلى حين انعقاده. فهل من شأن هذا التقارب أن يردم الهوة بين الطرفين؟ دكتور، هذا اللقاء لن يحرجكم أمام يعني حلفائكم؟ لا، الأمر ليس، طالما الأمور عم بتحدث فيها بهذه الصراحة وبهذه الطريقة المباشرة ليه بده يحرج؟ هناك انفتاح على الجميع، سيكون في لقاء مع القوات اللبنانية، مع حزب الكتائب، مع كل المكونات السياسية. ويرى الطرفان أن الحديث عن لقاء بين الزعيمين عون والحريري سابق لأوانه، فيما تصف مصادر متابعة التقارب البرتقالي الأزرق بزكزكة للحليف الأصفر عليه أن يعتبر منها. دارين دعبوس، قناة الجديد. انتخابات الجامعة الأمريكية في بيروت غدا والانقسام العمودي على حاله. في ظل شلل مؤسساتي وانتخابي عام، ما زالت الجامعات تصر على ممارسة العملية الديمقراطية على أصولها. يوم غد موعد الانتخابات الطالبية في الجامعة الأمريكية في بيروت، بعدما انطلقت الحملة الانتخابية في أواخر الشهر الماضي واستمرت يومين. لكن وإن كانت الجامعات قد خالفت واقع البلاد وحافظت على الانتخابات في مواعيدها، فإنها لم تسلم من عدوى الانقسام. فهذه السنة أبقت الطلاب على تحالفاتهم السابقة بين قطبي 8 آذار والرابع 10 آذار، مع حيرة أصابت التقدمي قبل أن يحسم موقفه لجهة الفريق الأول مستثنيا بعض أطرافه وأبرزها حزب الله. أضف إلى ذلك عددا من الأندية المستقلة التي تدعم العلمانيين المستقلين في الجامعة، مع العلم أن صناديق الاقتراع التي ستفتح من 10 صباحا حتى 5 بعد الظهر ستنتج مجلسا نيابيا طالبيا وحكومة طالبية.
وبموازاة الحملة الانتخابية الصاخبة التي خاضتها الأطراف الانتخابية في عدد من المباني، أظهرت غالبية واسعة من الطلاب عدم مبالاة بالمشاركة سواء بالترشح أو بالاقتراع بسبب غياب الثقة بالعمل السياسي الجامعي. وتجري الانتخابات هذا العام وسط مقاطعة مجموعة بلا حدود، وهي إحدى المجموعات المنخرطة تاريخيا في الحراك الطالبي في الجامعة، إذ رأت أن الحكومة الطالبية ليست الممثل الحقيقي للديمقراطية بل أداة بيد الإدارة لقمع الطلاب. لبنان بلد تعيس بحسب تقرير السعادة العالمي. وفقاً لتقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة ومعهد الأرض في جامعة كولومبيا، فإن لبنان بلد غير سعيد. في معيار السعادة الذي يغطي الحقبة بين عامي 2010 و2012، احتل لبنان المرتبة 97 من بين 156 بلداً شملتهم الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على معايير هي متوسط العمر المرجح، تصورات الفساد، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، حرية تقرير خيارات الحياة، المساعدات الاجتماعية والكرم. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 14 لتكون أكثر الدول العربية سعادة، وأتت إسرائيل في المرتبة 11، وقطر في المرتبة 27، والسعودية في المرتبة 33، ثم الأردن في المرتبة 74، أما سوريا فأتت في المرتبة 48 بعد 100، مع العلم أن توغو الواقعة غربي أفريقيا جاءت في المؤخرة لتستحق لقب أكثر الدول تعاسة، أما الدنمارك فاحتلت المرتبة الأولى. وتناول التقرير شق الأمراض العقلية والتعاسة واستعمال أدوية الأعصاب والمهدئات، وقد احتل لبنان مرتبة متقدمة بين الدول. طالبت الجماعة الإسلامية في طرابلس الأجهزة الأمنية باعتقال رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد ونجله رفعت، مشددة على ضرورة أن تصادر الأجهزة الأمنية ما وصفته بسلاح الغدر في الجبل. موقف الجماعة جاء في مؤتمر صحفي عقده مسؤول المكتب السياسي حسن الخيال، واتهم فيه النظام السوري والحزب العربي الديمقراطي بالوقوف وراء الاعتداء على شباب جبل محسن قبل يومين. فإننا نضع عملية الاعتداء على بعض شباب جبل محسن في إطار استكمال النظام السوري وأتباعه، أي عصابة علي ورفعت عيد، لمخططاتهم في ضرب كل مقومات العيش المشترك في هذه المدينة. إننا نشد على أيدي النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لملاحقة من قام بهذا الفعل الشنيع، ونطالب بنفس الوقت بعدم التلكؤ في متابعة الملاحقات السابقة المتعلقة بتفجيري التقوى والسلام، والتي تعتبر الأساس في عملية إحقاق الحق والحفاظ على دماء شهدائنا. رئيس حزب التوحيد العربي زار سوريا حيث التقى مفتيها وبعض المسؤولين. عقب زيارته دمشق حيث التقى مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بقاءه إلى جانب سوريا سواء كانت ظالمة أم مظلومة، متوقفا عند الحملة الكونية الظالمة التي تتعرض لها سوريا لا سيما من أشقائها العرب الذين يتوجب عليهم تقديم الدعم لها في محنتها، لا سيما وأنها سبق وقفت معهم في أحلك الظروف. الحمد لله بأن سوريا تمكنت من تغيير معادلتين، معادلة دولية بأنه لم يعد هناك لاعب واحد على الساحة الدولية، أعادت سوريا التوازن إلى اللعبة الدولية، وهناك أمر إنجاز آخر بأن سوريا كشفت هذا الإسلام الأمريكي الذي خدع المنطقة طويلا وبدأ يسقط في مصر في تونس في سوريا وإن شاء الله في كل العالم الإسلامي. في سوريا اليوم نشعر أن أي موقف لبناني يأتي ليقول نحن مع سوريا هذا الموقف هو الحقيقة، أما أي صوت لبناني يقول نحن بعيدون عن لبنان ونقف بالنأي بالنفس عن لبنان عن سوريا، نحن لا نرضى هذا النأي بالنفس. يوم قسم لبنان إلى 4 دول وضعنا دماءنا ليعود لبنان موحدا. وزار وهاب الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال الهلال مهنئا إياه بالقيادة الجديدة.
أهلا بكم من جديد. معارك الجيش النظامي السوري مستمرة في ريف دمشق للسيطرة عليه، والخارجية السورية تطلب من الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي التزام مهماته. لا تزال مناطق ريف دمشق تشهد معارك عنيفة بين القوات النظامية والمعارضة، التي أشارت إلى أنها تمكنت من صد الهجمات وتدمير دبابات عدة، واستهدفت حاجزا للنظام بدرعة بسيارة مفخخة. في المقابل أعلنت وكالة سانا الرسمية أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها الكاملة على المنطقة في محيط بلدتي مهين وصدد بريف حمص، بعدما قضت على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وصادرت أسلحة بينها مدفع رشاش إسرائيلي. وفي ريف حمص أيضا قتل 6 مواطنين سوريين بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير سيارات مفخخة في قرية الثابتية. وعلى الحدود مع تركيا أعلنت قوات الحماية الشعبية الكردية أنها تمكنت من تحرير عدد من الأسرى وقبضت على عدد من عناصر كتائب الفاروق الذين عاثوا فسادا وإرهابا في المنطقة. وأفادت معلومات عن سيطرة مقاتلين أكراد على نحو 20 قرية في ريف مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا في شمالي سوريا. وفي سياق آخر ذكرت قناة روسيا اليوم أن أكثر من 400 مقاتل سوري معارض سلموا أنفسهم للقوات النظامية في ريف دمشق. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إن هذه العناصر تابعة لما يعرف بلواء درع العاصمة. سياسيا خصص نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مؤتمره الصحفي للحديث عن الأوضاع الإنسانية في البلاد، متهما دولا عربية وغربية بمحاصرة سوريا اقتصاديا. وفي رد على سؤال شدد المقداد على أن الحوار السوري يجب أن يتم من دون تدخلات خارجية أو تحريف لما اتفق عليه في جنيف واحد. نحن مع أن يعير السيد الإبراهيمي مزيد من الاهتمام لمهمته السياسية، وهي العمل من أجل إنجاح مؤتمر جنيف. نحن أكدنا أننا سنحضر جنيف سواء انعقدت غدا أو بعد غد أو خلال أسبوع أو شهر أو أكثر. هذا هو الموقف الثابت. لكننا نقول أيضا بأننا حريصون على نجاح مؤتمر جنيف. لذلك يجب أن يحضر بشكل جيد. يجب أن يعتمد مبدأ وقف العنف والإرهاب فورا وفور الدخول أو حتى قبل الدخول إلى قاعة الاجتماع. وبعد ذلك أنا أثق بأنه عندما يجلس السوريون مع بعضهم فإنهم سيجدون حلولا للمشاكل الداخلية والإصلاحات وكل هذه المسائل. هذا وتعهد المقداد بإيصال لقاح شلل الأطفال، وهو المرض الذي عاود الظهور في شرقي البلاد، إلى كل طفل سوري، متهما مقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع. الإيرانيون احتفلوا بالذكرى 34 لاقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران بتظاهرات معادية للانفتاح الإيراني على واشنطن. لم تحل أجواء الود المستجد بين طهران وواشنطن دون إطلاق الإيرانيين شعارهم المعهود الموت لأمريكا، وذلك خلال تظاهرات حاشدة واكبت ذكرى 34 لاقتحام السفارة الأمريكية. وجاءت هذه التظاهرات التي نظمتها مجموعات محافظة كمؤشر على الريبة تجاه الولايات المتحدة ومن السياسة الجديدة للرئيس حسن روحاني. مبنى السفارة الذي اقتحمه قبل 34 عاما حشد من الطلاب الإسلاميين واحتجزوا 52 دبلوماسيا أمريكيا، وأدت هذه القضية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا المبنى الذي شهد على ذلك الحدث تحول اليوم إلى متحف توثيقي ومركز ثقافي يحمل اسم وكر الجواسيس تحت إدارة جهاز الأمن الإيراني الباسيج. ويقول الإيرانيون إن المكان يشهد على جرائم التجسس التي قام بها الأمريكيون، وقد علقت على جدرانه ملصقات معادية لأمريكا. أما عناصر CIA فقد جسدوا من خلال مجسمات ووضعوا داخل غرفة زجاجية، هذا إلى جانب أجهزة المراقبة والتنصت التي كان يستخدمها الأمريكيون في السفارة. في المكسيك وبعض دول أمريكا الجنوبية يحتفل الناس كل سنة بيوم الموتى، وهي مناسبة غريبة يقال إنهم ورثوها من شعب المايا. ويعد هذا اليوم أكثر العطل شعبية في البلاد، ويحتفل به في مطلع تشرين الثاني نوفمبر، حيث يزور الناس القبور حاملين معهم وردا من جميع الألوان.
أما الورد المطعم بالقرنفل البرتقالي فهو في اعتقادهم يجذب الأرواح المفقودة، ويعتقد المكسيكيون أن هذه الطقوس تعيد العلاقات المنقطعة مع أحبائهم الموتى، وهي فرصة لتسليتهم في عالمهم المجهول، حيث يقدم إلى الأموات عطايا عبارة عن طعام وحلوى، وتعد الجمجمة الرمز الأبرز في هذا اليوم الذي يشبه يوم الهالوين. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. مرسي يعود إلى سجن العرب وأنصاره يفجرون غضبهم على الإعلام. عاشوراء تعيد الأمن الذاتي مؤقتا وتدابير استثنائية للجيش والقوى الأمنية. إن شاء الله بإذن الله مننزل، شو بدهم يعملوا يعملوا. صقر يبحث عن عيد والجبل المحاصر ينتفض استنكارا. حننزل لعندهم مسلمين باللحم، شو بدهم ياخذوا اللحم ياخذوا. كاري يصوب على حزب الله. ناقشنا أهمية الدعم الهام للأطراف المعتدلة التي تعمل على تشكيل حكومة دون وجود أي تهديد وتخويف من حزب الله. والفيصل خلافنا تكتيكي. بتنا نقف أمام أزمات جسيمة لم تعد تقبل أنصاف الحروب. تقارب برتقالي أزرق. نحن جاهزين لحتى نناقش. هناك انفتاح على الجميع، سيكون في لقاء مع القوات اللبنانية، مع حزب الكتائب. وكان في النشرة أيضا 14 بالأحمر و8 بالأصفر. كان هذا كل شيء حتى الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة ونعود ونلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فإلى اللقاء.